مثلا في ناس كمان اثريين ومسؤولين في وزاره الاثار تم ضبطهم فتره اللي فاكروا بيشتغلوا على الليله بالظبط. هو احنا بنتكلم على شفافيه في الاداء يعني الموضوع اللي هو الاهم بالنسبه لي واحد نجاحات الاداره الحاليه للاثار المصرات ده المشكوات اللي كانت مسروعه من مخازن متحف الحضاره. الثلاث مشكوات مشكوك مشكات برقوق مشكات السلطان حسن واحده ثالثه عليها رنك السلحدار تحت من رقم اداره متحف 641. يعني دقيقه من منبر حضرتك اوجه الشكر لمن عمل بدون مقابل حبا في الوطن. دكتوره دوريس ابو سيف اللي بعتت لنا الصور لان هي بحكم وجودها في لندن اتعرض عليها الصور. اوكي. فالقطع دي القطعتين منهم موجودين في كتالوج المتحف الفني الاسلامي قبل ما يروحوا متحف الحضاره. بعتت لنا الصور فكان في البدايه ابحث عليهم موجودين في المخزن. ففكرة موجودين في المخزن بدأت الشكوك تحوم لأن لا يمكن أن يتم الترويج لقطع مقلدة في الخارج لأن هناك خبراء. صحيح. بناء عليها تم ضبط المتورطين ومباحث الآثار. المقدم علي العمار عمل جهد كبير. هناك من اكتشف إحدى المشكوات أستاذ دكتور مجدي علوان من آداب أسيوط عمل تقرير علمي يدرس أن القطع الموجودة مكانهم قطع مقلدة. ودكتور نادر عبد الدايم نفس الموضوع من آداب عين شمس تقرير كان عمل. شوف حضرتك الموضوع كان صعب كان ازاي عشان تكتشف كان بالزبط. كان عمل أنا أشكر كل من ساهم فيها. منظومة عمل محترمة. دكتور نادر عبد الدايم، دكتور مجدي علوان، دورس أبو سيف، الإعلام ومنها خالد مبارك في الأهرام. القضية غطت كما يجب أن يكون وتعاملنا باحترافية من خلال الإنتربول ومن خلال مكتب التعاون الدولي مع مكتب وزير العدل ومن خلال الخارجية وتم حصر القطع. قطعة في لندن وصلت لندن وقطعتين في الشرقة. الشرقة في دبي في الإمارات في الإمارات والثلاث قطع جم. وده موجودين فين دلوقتي؟ موجودين تم استلامهم وتم إيداعهم وزارة الآثار. ايوه مش متحف لا هو هيتم عرضهم في احد المتاحف. طيب. فور افتتاح.